يمكن حضراتكم تابعتوا، احنا امبارح الحمد لله مجلس إدارة صندوق النقد الدولي يعني وافق على البرنامج المصري بصورة نهائية، وتم رفع طبعا البرنامج من 3 إلى 8 مليار دولار. الدفعة الأولى إن شاء الله هتوصل الأسبوع القادم أيضا، وإن شاء الله طبعا احنا بنستهدف إن الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة هتدخل على بداية شهر مايو. فالدولة والحكومة مع البنك المركزي احنا مأمنين ان شاء الله كل الاحتياجات الدولارية عشان القطاعات الانتاجية تنطلق بقوة. وزي ما اكدت مرة واثنين وثلاثة، اولوياتنا تلبية الاحتياجات الاساسية وايضا مستلزمات الانتاج والمواد الخام. السلع الاستهلاكية والحاجات اللي تمت الصنع هتبقى لها أولوية متأخرة، لأن هدفنا التركيز الشديد على الصناعات والأنشطة اللي تقوم الاقتصاد المصري في خلال الفترة القادمة. وإن شاء الله طبعا حضراتكم تابعتوا برضو التوقيع مع الاتحاد الأوروبي وما تم إعلانه من البنك الدولي من حزم، فبنتكلم إن شاء الله في حزم من العملة الصعبة لتؤمن إن شاء الله الاقتصاد المصري. أنا بتابع آخر حاجة طبعا منذ يعني جلستنا الأخيرة مع اتحاد الغرف ومع كل أصحاب المصانع والسلاسل التجارية موضوع انخفاض الأسعار، شغالين بصورة معقولة. طبعا أنا بتابع لغاية النهاردة الحقيقة الصبح مع رئيس اتحاد الغرف كان في مكالمة عشان أتأكد منه من التنفيذ على الأرض، وبنتابع من خلال الأجهزة المعنية في الدولة رصد لهذا الموضوع. وتاني انا باكد يا ريت المواطنين برضو يتفاعلوا معانا ويبلغونا اولا باول من خلال كل قنوات الاتصال بالاسعار وايه اللي بيحصل في موضوع الاسعار عشان نتابع، لان احنا كلنا بنستهدف ان شاء الله الاسعار تنزل وتنخفض ويبدا فعلا المواطن يحس حقيقه بنتائج وتبعات الخطوات اللي قامت بها الدوله في خلال الايام القليله الماضيه. مرة أخرى يعني أنا بشكر حضراتكم بصحبتنا في هذه الزيارة المهمة، ودايما الواحد لما بيزور هذه القلاع الصناعية بيبقى في منتهى السعادة ومنتهى التفاؤل إن المستقبل القادم لمصر أفضل بكتير بإذن الله. وإن شاء الله وكل سنة وحضراتكم طيبين، وإحنا على أبواب العيد الفطر المبارك، وكل سنة وحضراتكم طيبين. شكرا.